السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميعا بخير. النهارده معانا الجيل الجديد من واحد من السلاسل المفضله عندي، سلاسل مستمره بقوه بقى لفتره طويله. معانا الجيل السابع، واحد الاجهزه اللطيفه جدا، وهو اكيد الرينو. النهارده معانا اوبو رينو 7 برو 5G. احنا جربنا مع بعض لو متابعين تقريبا كل سلسله رينو من اول رينو خلص لحد الجيل السابع دلوقتي، ودايما هتلاقي عنصر مشترك وهو الشياكه. دايما رينو كان يكون في حاجه مختلفه، شكل جديد، تصميم مميز، والمره دي مش استثناء. خليني اوريكم الاول مكونات علبه الرينو 7 واللي هنلاقي جواها اكيد الموبايل. شخصيا كفر لطيف وشاحن ممتاز جدا، هنتكلم عليه بعد قليل، بس خلينا طبعا نركز دلوقتي على هذا الانيق. وطبعا لسه متحمسين تعرفوا معايا كل حاجه عن الرينو 7 برو، اكيد تنسوش في البدايه لايك عنيف، تنسوش كمان تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان يا جماعه 3 مليون ان شاء الله على الابواب. طبعا التصميم جزء مهم جدا من عائله الرينو، والموضوع هنا مختلف عن الجيل اللي فات بفرق كبير. الرينو 6 برو لو فاكرين كان بيجي مع ظهر فيه انحناءات، كان فيه كيرفات في كل حته، في الشاشه، في الظهر، في الفريم. هنا الموضوع واخد شويه اكتر من الرينو 6، واخد الموضة اللي ماشية دلوقتي، وهو الأجزاء المسطحة. الظهر هنا فلات تماما، الفريم فلات تماما، الجزء بتاع الكاميرا فلات تماما، كل حاجة هنا مسطحة جدا. ما عنديش أي مانع بصراحة مع التغير الجديد ده، عشان الموبايل شكله شياكة جدا، والفريم هنا مسطح ولكن واخد شامفر كده في الجنب يمين وشمال، فمسكة الموبايل في اليد بصراحة لطيفة جدا جدا. حجمه كمان مناسب، وزنه مش تقيل اطلاقا زي ما احنا متعودين من سلسلة الرينو. بص على اللون الغريب ده، بص كده يعني كده تقدر تشوفه لبني شوية مزرق، كده تقدر تشوف فيه اجزاء بنفسجي شوية. اللون بيتغير جدا حسب الاضاءة وحسب الزاوية اللي انت باصص ليها الموبايل، وخلي بالك ان ده مش مجرد لون، كمان ده فيه تكستشر، فيه ملمس كده غريب غير برضو بتاع المره اللي فاتت. يعني في خطوط هنا كده، زي تلاقي في خطوط ماشيه في الظهر. الظهر مات جدا، يعني صعب جدا تعلم عليه البصمات، لكن ليه كمان تكستشر. اوبو بتقول انها بتستخدم تكنولوجيا جديده على الموبايلات اسمها LDI او ليزر دايركت ايميجنج. دي تكنولوجيا بتستخدم اصلا في حاجات الطيارات وحاجات كده خاصه بالطيران وما الى ذلك. عباره عن ان الليزر فعليا بيعمل حفر كده صغيره جدا، طبعا بالمايكرون تحس بيها قوي يعني، ولكن بتديك الخطوط الغريبه اللي ماشيه في الظهر دي. بصراحه ماشي منظر الموبايل يونيك ومختلف، وليه ملمس كده مش خشن، ولكن تحس ليه تكستشر كده لطيف. طبعا الالوان بتتدرج كده من جوه الحفر اللي عملها دي، شكله لطيف جدا بصراحه، شكله مختلف. وطبعا عشان الفريم دلوقتي مسطح تماما، في تخيل الموبايل يقف على المكتب كده من غير ما تسنده باي حاجه، دي حركه دايما لطيفه. وفي شويه لمسات كده برده مختلفه من اوبو، زي اللون الاخضر الموجود في زرار الباور اللي دايما بنشوفه في سلسله الرينو، وزي فتحات السماعات اللي جايه بزاويه مش مجرد فتحات راسيه او دواير وخلاص، وتحس حد فكر يعني اوكي حركه جديده ومختلفه. وزي لوجو اوبو الموجود في الظهر واللي جاي بتكستشر تحسه مختلف عن الظهر هنا، فبتمر ايدك عليه بتحس بوجوده فعليا، ومفيش اي كتابه تانية في الظهر، دي حركه لطيفه جدا. انا بقدر جدا الاهتمام بالتفاصيل، واوبو فعلا مهتمه بالتفاصيل هنا، مفيش كروته في التصميم ولا في تنفيذ التصميم نفسه، دي حاجه لطيفه جدا. اللي معجب بيه جدا كمان هنا هو بروز الكاميرات، دي حاجه تسمعنيش بقولها اطلاقا، ولكن دي اول مره احب بروز كاميرا في اي موبايل. لما تبص للكاميرا بشكل فلات من الوش كده هتلاقي اوكي شكلها مختلف عن المره اللي فاتت، عندك زي ليفلين كده، في ليفل فوق جاي يعني اعلى شويه من الليفل تحت، وكل واحد ليه لون وتكستشر مختلف. شكلها لطيف من الوش، فتحتين كبار وفتحات صغيره والفلاش وما اعرفش ايه، بس مش هي دي الحاجه الاساسيه، بكلمكم عن البروز نفسه. الكاميرا نفسها مش بارزه بشكل كبير، وعلى فكره الفريم اللي حواليها ده البروز ده مكون او مصنوع من السيراميك. طيب ايه لازم تكون السيراميك او السيراميك كوتنج اللي حوالين الكاميرا ده؟ عشان دلوقتي لما تبص من الزاويه هتلاقي ان كل الفريم اللي حوالين الكاميرا ده بينور LED، وشكله بصراحه كول جدا جدا. اوبو بتسميه اوربت بريثنج لايت، وزي ما شايفين هو منور من جميع الزوايا حوالين الكاميرا، فوق تحت يمين شمال، شكله بصراحه خطير، شكله احلى كمان من ما انت شايفه على الكاميرا دلوقتي، شكله كول جدا. ودي اول مره اشوف حاجه زي دي تتنفذ على اي موبايل، تقدر تخليه شغال على طول زي ما انت شايف دلوقتي، لو انا موصله بالتشارجر تقدر تخليه يشتغل مع المكالمات، لما يجي لك نوتيفيكيشنز. شكله اختراع، شكل حاجه غريبه. دي حركه كول مميزه ومختلفه، وعلى فكره بتبان وانت حاطط الموبايل جوه الكفر الشفاف، بيفضل منور برده، وبالليل او في الضلمه شكلها رهيب جدا جدا لما يجي لك نوتيفيكيشنز وما الى ذلك. بكلمكم عليها اكتر في السوفت وير لما نوصل للنقطه دي، ولكن خلينا نكمل بقى التصميم ومنظر الموبايل لما نتكلم على الشاشه. استكمالا للتصميم العام بتاع الموبايل، الشاشه دلوقتي بقت فلات
مسطحة تماما غير الجيل اللي فات برضو من الرينو. زي ما شايفين مفيش اي ايدج، دي حاجة مكملة طبعا على الثيم العام. وبصراحة يعني مدي الموبايل برضو شياكة، الموبايل شكله كول جدا من الوش او من الجنب او من الظهر، الشاشة الفلات مغطية لك الحواف تماما تقريبا، حتى الايد بزل السفلية تعتبر مش كبيرة اطلاقا. انا نفسي واحد ما عنديش اي مشاكل مع الايدج، بس لما تشوف شاشة فلات واصلة للحواف زيادة كده تحس اوكي الموبايل شكله مستقبلي. برضو عندك فتحة في الشاشة اللي كاميرا الامامية موجودة في الزاوية هنا، برضو حجمها مش كبير. خلينا اكلمكم على مواصفات الشاشة دي. شاشة الرينو 7 برو 6.55 انش من نوع اموليد اكيد، والشاشة دي بتدعم ال HDR 10 بلس، وريزولوشن هنا فول اتش دي بلس، وعلى فكره بتوصل الاضاءه بتاعتها لحد 920 نتس. مفيش اي مشاكل مع استخدامها في اشعه الشمس المباشره. الشاشه شكلها حلو جدا من ناحيه الالوان، من ناحيه الكونترست والشاربنس وما الى ذلك، كل حاجه هنا لطيفه جدا جدا. على فكره اضاءه الشاشه هنا اقل بشويه من الجيل اللي فات، مش عارف ايه السر في النقطه دي، لكن ستيل 920 نتس كويس جدا، واستخدامها زي ما قلت لكم لطيفه مفيش اي مشاكل. الريفرشت هنا كمان يعتبر مش سيء، 90 هرتز. كان عندي طمع ان هو يكون 120 بصراحه، ولكن ستيل 90 مش سيء اطلاقا. والموبايل زي ما شايفين سلس جدا في التقليب في الهوم سكرينز، وطبعا في الاب درور وجوه الابلكيشنز وما الى ذلك، كل الحاجات دي هتحس فيها يعني بسلاسه لطيفه جدا. الشاشه هنا ما فيهاش اي مشاكل عامه. طبعا على الشاشه دي اموليد، فعندك كوليكشن كبير من الاولويز اون ديسبلاي، شكلهم لطيف جدا بصراحه. وطبعا عشان هي برده شاشه اموليد فعندك البصمه موجوده تحت الشاشه، ما فيهاش اي مشاكل، بتشتغل بسرعه جدا. مكانها تحت ما عنديش مشاكل معاه، بس حاسس اوبو اكتر واحده بتغير الاماكن، تحسها مره تحت مره فوق مره بتاع، بس بتشتغل بسرعه ما فيهاش مشاكل. وعلى فكره رينو 7 برو بيجي مع سماعات ستيريو، عندك سماعه من هنا وعندك سماعات المكالمات بيشتغلوا مع بعض، عشان ديك صوت بصراحه كويس جدا، صوت عالي وواضح. واكيد مع الشاشه اللطيفه دي مشاهده الافلام والفيديوهات وما الى ذلك هتكون تجربه ممتازه. خليني اقول لكم كمان ان اوبو بتستخدم موتور فايبريشن ممتاز هنا، اكس اكسس موتور، بصراحه لطيف جدا في الاحساس بالنبضات والنقرات اللي بتشوفها مع الفلاج شيبس وما الى ذلك، مش زي الموبايلات اللي هي تحس بزنه كده، لا هنا موتور فايبريشن ممتاز. خلينا نتكلم دلوقتي بقى على المواصفات الداخليه. الجيل اللي فات لو فاكرين اوبو كانت بتستخدم معالجات من جانب سناب دراجون، دلوقتي لا اتنقلنا لجانب ميديا تيك. شوف رينو 7 برو بيجي مع معالج ميديا تيك دايمنستي 1200 ماكس، ده معالج 6 نانومتر، هقول لكم بعد شويه ايه ماكس اللي هنا دي. بيجي كمان مع 12 جيجا رام وذاكره داخليه 256 جيجا في النسخه اللي معايا دي. ال 1200 ماكس الموجود هنا ده فعليا هو تعاون ما بين ميديا تيك وما بين اوبو، عشان يخلوا فعليا المعالج يكون متوظف لمواصفات الموبايل ده تحديدا، عشان يحسن لك اداء ال 5G، طبعا في 5G هنا، عشان يحسن لك اداء التصوير في الكاميرات، اداء حتى الشاشه نفسها، اداء الذكاء الصناعي وما الى ذلك. فده تعاون لطيف جدا عشان ناخد مزايا خاصه بالموبايل ده تحديدا. التغير في المعالج مش تغير كبير مقارنه بالجيل اللي فات اللي كان بيجي مع سناب دراجون 870، ولكن المره دي 6 نانومتر مقارنه بسبعه في الجيل اللي فات، فهتحس يمكن تحسن اكتر في البطاريه. والاداء عامه ما كانش مشكله اصلا مع الجيل اللي فات، ومش مشكله مع الجيل ده، جيمز بيشتغل كويس جدا. التاتش سامبلنج بتاع الشاشه على فكره 180 هرتز، فكل حاجة سلسة ولطيفة، والجيمز شغالة معاك على سيتنجز كويسة مفيش أي مشاكل. كول أوف ديوتي بتشتغل معاك على أعلى سيتنجز، شغالة بسلاسة جدا زي ما أنتم شايفين، ومع الاستخدام فترات طويلة هتحس بحرارة خفيفة في ظهر الجهاز، لكن مفيش أي حاجة أوفر إطلاقا. عندك كمان سيتنجز لطيفة كده لما تعمل سوايب من الجنب هنا تطلع لك اختصارات لطيفة خاصة بالجيمز، إنك ترد على واتساب، تقفل نوتيفيكيشنز، تشوف الحرارة حتى بتاعت الجهاز وما إلى ذلك، شوية اختصارات كده عشان وأنت داخل في عالم الجيمز ما تلاقيش حاجات كتير تشتتك وما إلى ذلك. الجيمز مش شايفين شغالك كويس جدا. اللي مخلي الأداء سلس ولطيف كمان في التعامل مع الأبلكيشنز نفسها والهوم سكرينز وما إلى ذلك هو السوفت وير. عندك هنا كالر أو إس 12، ولكن للاسف مع اندرويد 11 لسه ما جاش اندرويد 12 للرينو 7 لحد دلوقتي. انا سالتهم قالوا لي جاي قريب جدا، اتمنى ذلك ان شاء الله. لحد دلوقتي انت ينزل لك مع اندرويد 11. كلر او اس بصراحه من السكينز المفضله عندي، خفيف لطيف مع شويه اضافات. عندك هنا شكل هوم سكرينز، شكل الايكونز نفسها، كل الحاجات دي ممكن تغيرها. عندك جوجل فيد ناحيه الشمال، ودي حاجه انا بفضلها جدا، وشكل كويك سيتنجز، شكل السيتنجز نفسها كل حاجه منظمه وممتازه. عندك بيديك فيدباك كده اول ما توصل لتحت وفوق، فايبريشن لطيف. في كمان اضافات زي اللي شفتوها في الجيمز مثلا، عندك كمان تقدر تعمل سوايب من هنا عشان تضيف شويه ابلكيشنز عايز توصل لها بسرعه، او سكرين شوت او سكرين ريكوردنج. وعلى فكره لما تفتح ابلكيشن تفتح لك في فلوتنج ويندو، تقدر دلوقتي كمان تصغر الفلوتنج ويندو، تجيبها ناحيه الشمال، تجيبها ناحيه اليمين،
تحطها في اي حته او ترجع تكبرها تاني او ترجع تخليها تاخد شاشه كامله. دي كلها حركات مفيده اكيد. بس ارجع اقول اوبو بليز اندرويد 12 عايزينه في اسرع وقت مع رينو هنا. وعايزين بقى ان شاء الله مع الاجيال اللي جايه عشان دي حاجه مش هينفع تضاف دلوقتي وايرلس تشارجنج عشان دي حاجه مش موجوده هنا. وعندك كمان مفيش مقاومه رسميه لغبار الماء, مفيش اي بي ريتنج, ان شاء الله نشوفهم في الاجيال اللي جايه لكن مش موجودين دلوقتي هنا. الصراحه ما افتقدتش قوي الوايرلس تشارجنج هنا. بطاريه حجمها 4500 ملي امبير, حجمها كويس انها تغطي معاك اليوم كامل من غير مشاكل مع استخدام طبيعي جدا, تلعب شويه جيمز تصور وما اعرفش ايه, مفيش اي مشاكل في النقطه دي. لكن الممتاز جدا اللي بيجي مع الموبايل هو الشاحن ال 65 واط سوبر فوك. الشاحن ده ممتاز, ممتاز ان هو موجود في العلبه, ممتاز ان هو بيشحن لك البطاريه ال 4500 فول في حوالي 31 دقيقه. دي حاجه ممتازه جدا بصراحه, انا بعجب جدا بهذا الموضوع. لما تتعود عليه كده تحس ان انت عايز تستخدم الموبايل اكتر عشان ما عندكش مشكله ان هو يتشحن بسرعه تاني. دي اكيد نقطه من نقط القوه جدا مع الرينو 7 برو. وفي تركيز كمان من الشركه على الكاميرات هنا, بالذات كاميرا السيلفي اللي انا متحمس جدا احكي لكم عليها بعد شويه. بس خلينا نتكلم الاول على الكاميرات الاساسيه. اوبو المره دي مركزه جدا على كلمه بورتري, مسميه الموبايل ده فعليا بورتري اكسبرت, فمركزه اكتر المره دي على كاميرا السيلفي. ولكن الكاميرات الاساسيه المره دي عندك 3 مش 4. عندك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل تيجي مع سنسور الممتاز جدا اي ام اكس 766, يجي معاك كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. وعلى فكره في كمان سنسور هنا للالوان. المره دي مفيش كاميرا زوم ولكن اوبو ركزت على كاميرا السيلفي المره دي 32 ميجا بكسل مع سنسور اسمه اي ام اكس 709. ده بيجي مع بكسلز ار جي بي دبليو, بيضيف كمان البيكسل لونها ابيض, المفروض ده بيحسن جدا التصوير في الديناميك رينج وما اعرفش ايه, وهكلم لكم عنه دلوقتي. بس خلينا نتكلم الاول على اداء بالكاميرات الخلفيه دي. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بتطلع نتائج بصراحه ممتازه, بتطلع تفاصيل كويسه جدا جدا, شاربنس عالي, وبتتعامل مع الاتش دي ار بشكل ممتاز, يعني تقدر تصور الشمس في وشك مباشره وما زالت التفاصيل اللي في الظل مش هتضيع, والهايلايتس نفسها كمان مش هتضرب. عشان السنسور هنا كبير فعليا فعندك ميزه البوكه الطبيعيه, لما بتقرب من اي حاجه بتصورها فعليا الخلفيه بتزغلل بشكل طبيعي وتطلع لك صور شكلها لطيف جدا. دي كاميرا يعتمد عليها اكيد وكاميرا ممتازه. كاميرا الالترا وايد اقل من ناحيه التفاصيل عشان طبعا فرق الميجا بكسل, والتعامل كمان مع الاتش دي ار يعتبر اسوأ شويه من الكاميرا الاساسيه, بحيث ان في شويه تفاصيل بتضيع منك في الظل. هنا في فرق كمان شويه في الالوان ما بين الكاميرا الاساسيه وكاميرا الالترا وايد. هي كاميرا الالترا وايد بتأدي الغرض لكن مش هتبهرك بالنتائج هنا اطلاقا. اللي ممكن يبهرك هنا هي شويه حركات لطيفه في تصوير الفيديو بالكاميرا الاساسيه. في نظام الالترا ستيدي اللي بيخلي الصوره تطلع شكلها ستيدي جدا ومتصوره بثبات رغم ان انت بتكون بتتحرك بحركه عنيفه. مفيش هنا ستيبلايزيشن حقيقي ولكن المود ده بيدي نتيجه كويسه جدا لكن بيخفض الكواليتي لفول اتش دي. بس اللي عجبني كمان موضوع الاي اي هايلايت فيديو, دي خاصيه بتخليك تصور فعليا في ظروف اضاءه صعبه جدا في وش الشمس مباشره من غير ما تضيع التفاصيل في الظل, والفيديو بيطلع شكله ممتاز جدا. دي حاجه صعبه على اي كاميرا وبتدي نتائج كويسه جدا مع الكاميرا هنا لما تشغل الخاصيه دي. تصوير الفيديو كمان في الاضاءه المنخفضه هنا فعال, وتقدر تشوف فعليا نتائج ما فيهاش نويز كتير والصوره شكلها واضحه وعندك تفاصيل ما زالت موجوده حتى في الحتت المظلمه. دي حاجه كويسه. طبعا في الصوره العاديه عندك النايت مود لو الدنيا ضلمه جدا اللي بيستنى مجرد ثواني صغيره وبيحول لك الصوره فعليا من صوره مليانه نويز لصوره مستخدمه وشكلها كويس جدا. والكلام ده كمان بيشتغل على كاميرا الالترا وايد ولكن النتيجه احسن بتكون الكاميرا الاساسيه. بس كاميرا السيلفي هنا بصراحه هي البطل. الكاميرا دي بتعرف تصور صور كويسه جدا تقريبا في ايا كانت ظروف الاضاءه حتى لو معقده. انا جربت اختبرها في ظروف كتير الشمس تكون من ورايا مباشره, الشمس تكون جنبي, والنتائج دايما بتطلع كونسيستنت ان ما زال وشك فيه تفاصيل, ما زالت الهايلايتس بيحافظ عليها بقدر الامكان, والنتائج بصراحه من صور سيلفيز شارب, شاربنس فيها كويس وصور واضحه. عندك كمان موضوع البوكا في الفيديو بتاع السيلفي نفسه, ودي خاصيه بتشتغل كويس جدا هنا. ودي تجربه للفيديو بكاميرا السيلفي مشغل كمان البوكا, وزي ما شايفين انا شايفه يعني على سكرين شكله حلو جدا بصراحه. عندك زغلله في الخلفيه تقدر تحددها زي ما انت عايز, هنعملها دلوقتي على الوسط كده, مفيش اي مشكله مع الديناميك رينج عشان الشمس ورايا مباشره, ما زالت الاضاءه على وشي كويسه جدا, شكله ممتاز. انا معجب جدا بالخاصيه دي, بستخدم الدي او ال مع الاتش دي ار زي ما شفنا من اوبو قبل كده, بتدي نتائج زي ما شفتوا ممتازه جدا. على فكره صوت التسجيل ده كان من صوت المايك اللي هنا, اللي يعتبر مش سيء اطلاقا. والكاميرا دي على فكره ذكيه, هي الزاويه بتاعتها عريضه لكن لو تصور لوحدك تبقى ضيقه, لو حد جه جنبك تلاقيها حولت على العريضه لوحديها. عامه كاميرا السيلفي ممتازه جدا هنا, وهي اللي فيها التركيز فعليا هنا
مع الكاميرا الأساسية. Overall Reno 7 Pro أكيد موبايل ميد رينج لطيف جدا، بيقدم تصميم بصراحة مميز، يعتبر واحد من أشيك موبايلات الميد رينج على الساحة حاليا، بالذات كمان مع الحركة اللي حوالين الكاميرا، عجباني جدا جدا. المواصفات والباكج اللي بيقدمها كويسة جدا مع تنازلات قليلة. أنا لحد دلوقتي الفيديو ده متصور قبل الإيفنت الرسمي، فالأسعار لسه مش محددة رسمية، هحسبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو مع اللينكات والهدايا اللي بيقدموها وكل الحاجات اللطيفة أكيد. سلام عليكم في الأوبو رينو 7 برو في التعليقات، أكتر حاجة عجبتكم فيه. وبس دي كانت كل حاجة معايا النهاردة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك العنيف، في تشترك في القناة، تشغلوا جرس التنبيهات عشان الفيديو الجديدة أول بأول، يا كمان تابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر أو كل حاجة في الفيديو. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.